من التقمص الواقعي إلى التقمص الاصطناعي، يواصل المرشح الأمريكي دونالد ترامب السعي لجذب مزيد من أصوات ناخبين من شرائح مختلفة. فها هو يرتدي ملابس لفريق كرة قدم أمريكي في صورة نشرها على منصته تروث سوشيال، ليتبين لاحقاً أنها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً لما أظهره موقع مختص بهذا الشأن. نشر الصورة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي جاء بعد حضور ترامب لمباراة ضمن دوري كرة القدم الأمريكية أثناء جولته الانتخابية في بنسلفانيا، التي عمد إلى ممارسة أنشطة مختلفة فيها بعيداً عن التجمعات الانتخابية للانخراط بالناخبين ومشاركتهم أعمالهم اليومية. Hey, I love you too, Joe. At least you said one smart thing. Babushka, I love you. وقد بات الذكاء الاصطناعي جزءاً رئيسياً من الدعاية الانتخابية في الولايات المتحدة، وأداة للترويج أو الانتقاد بين الخصوم وسط جدل كبير حول قانونية استخدام مثل هذه الصور، وإن كانت تعتبر جزءاً من التزييف أو وسيلة فنية لحشد مزيد من المؤيدين.